أهلا بحضراتكم مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع. هنتابع مع حضراتكم في هذه التغطية آخر التطورات داخل قطاع غزة، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب رئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفعال من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذرا من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. كما صرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا عصر السبت مع سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، اتصالا بالأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة والمواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد التي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس. أيضا كشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد لنظيره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمل حقوق الفلسطينية. وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وتوعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي ومزلزل على قصف المنازل السكنية، مضيفة على تل أبيب الوقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية في غزة. ودمرت طائرات سلاح الجو التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت برج فلسطين السكني بالكامل في قطاع غزة، الذي يعد أحد أكبر الأبراج السكنية بعد إطلاق عشرات صواريخ على البرج السكني، بالإضافة لاستهداف عدد من منازل المدنيين في القطاع. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت مقتل 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 1000 آخرين بينهم حالات حرجة. ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا تبرز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى. وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية طوفان الأقصى والتي أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي السبت عشرات الغارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الحدودية شرق غزة ومنها جبلية وبيت لاهية، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي أيضا عدد من المستشفيات في غزة. في هذا السياق أكدت القناة 12 الإسرائيلية السبت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة السبت استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة. فيما أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة السبت تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية طوفان الأقصى التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت احتجاز الفصائل الفلسطينية ل50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بيرل، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.
لازلنا مستمرين مع حضراتكم ومتابعة كل لحظة في قطاع غزة، ومعانا على الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك. سيادة السفير مساء الخير، بخير أهلا. أهلا بحضرتك معانا على تلفزيون يوم السابع. في البداية حضرتك تابعت اللي حصل النهاردة إزاي وتطورات الأحداث يعني في الشرق الأوسط تحديدا والصراع اللي حصل في قطاع غزة وتأثيرات هذه الأحداث يعني. يعني بكل ألم وبكل إدانة لهذا الظلم البين أنه ما زلنا في القرن 21، ما زال هناك كلمة استعمار، بينما كنا في زمن الرئيس جمال عبد الناصر خرجنا بشعار القضاء على الاستعمار وقضينا على الاستعمار في كافة أشكاله وصوره، وبقي هذا الاستعمار الاستيطاني وليس استعمار دولة معروفة لدولة أخرى، وإنما أناس يأتون إلينا من آخر الدنيا ومن بقاع لا علاقة لها بمنطقتنا ليحتلون أراضي لا ينتمون إليها ولا علاقة لهم بها. والكل مشفق والكل يكلمك بكل إشفاق على هذه القضية، لكن لا يقدم عند اللزوم على حل لهذه المأساة التي لا يستطيع بشر أن يوافق عليها. ثم لدينا مشكلتان، مشكلة على الجانب الإسرائيلي ومشكلة على الجانب الفلسطيني. على الجانب الإسرائيلي ليست لدينا منذ إنشاء إسرائيل تكون قوية منتخبة من يعني الحزب الواحد، دائما لم ينجح أي حزب من سنة 48 أن يحصل على أكثر من 50% من الأصوات، وبالتالي دائما هي حكومات ائتلافية، فإذا أنت تتراوح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، لكن في الأغلب كان دائما إما حزب العمل وهو حتى ما معتدل أو حزب الليكود وهو متطرف. الآن لا حزب العمل يفوز ولا حزب الليكود يفوز، وإنما لدينا رئيس وزراء محكوم عليه بالسجن ويؤجل هذا عن طريق اقتراع قوانين غريبة إلى حد كبير، وهو بحاجة إلى إثارة وضع إعجاز في حالة حرب دائما حتى يهرب من المشاكل الكهربائية التي يواجهها. سيادة السفير حضرتك تمام يعني حضرتك ترى نظرية الأمن الإسرائيلي، يعني إسرائيل في سياقات كتير بتتكلم على فكرة الأمن الإسرائيلي وإنه إزاي هي قادرة تحمي حدودها. النهاردة شفنا أبطال المقاومة الفلسطينية بيخترقوا الأسوار الحديدية بمنتهى السهولة جدا وبيوصلوا لعدد من البلدات. يعني ما هي دي النقطة المهمة، الأمن الإسرائيلي لأي عاقل لا يقوم على الاعتداء على كافة الحدود، دي دولة معادية لكل الدول المحيطة بها ومعادية للشعب الذي يكاد يكون تعداده قدر تعداد اليهود داخل الأراضي، وبالتالي فأين يكون الأمن الإسرائيلي في هذه الحالة من العداء التي تخلقها حكومة إسرائيل؟ لدينا أيضا مشكلة على الجانب الفلسطيني، وأن حماس منقسمة خارج الفرعية الفلسطينية ولا تعترف بالرئاسة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتخرج عن طوائف، وموضوع الآن دون انتخابات دون أي تفويض من الشعب الفلسطيني. من هنا لدينا أيضا مشكلة أنه لا فرعية لهذه الحكومة وهي لا تهتم في سلوكياتها بمستقبل فلسطين ودولة فلسطينية، إنما تريد أن تقيم ولاية إسلامية في غزة، ولاية من 2 مليون، وماذا يستفيد بها الإسلام وماذا تستفيد بها فلسطين؟ هي دي المشكلة. بين هذا وذاك مصر والحمد لله على صلة بكافة الأطراف وتستطيع أن تؤثر في كافة الأطراف، ونحن نحاول أن نتوقف لكي نوقف تبادل إطلاق النار والصواريخ التي العشوائية التي لا تصل لمكان مقصود أبدا، وأيضا نحاول أن نحد من صلة وتجبر الجانب الإسرائيلي ضد إخواننا الفلسطينيين. طيب يا فندم، النهارده بيان وزاره الخارجيه حول هذه الاحداث، يعني حضرتك شفت البيان ازاي وتداعياته الاقليميه تحديدا يعني؟ بيان دوله تنوي ان تكون واسطه الصلح، وبالتالي لم نبالغ في اي من الاتجاهين، وبالتالي طلبنا الجانبين ان يعني يلتزم اقصى درجات ضبط النفس
حتى نستطيع أن نتحدث مع الإسرائيليين ونتحدث مع الغزاويين أيضا وحماس بنفس الطريقة. ونأمل كما حدث سابقا أن مصر تستطيع أن توقف هذا القتال حماية وصيانة للدم الفلسطيني، لأن أهم ما يدعم قضية فلسطين هو صمود أهل فلسطين في داخل أراضيهم، ولا مستقبل لإسرائيل ما لم تقبل حل الدولتين، لأن في النهاية سيكون الفلسطينيون سيتكونون أغلبية داخل الأراضي الفلسطينية، لن تقبل إسرائيل على مواجهتها. طيب يا فندم، خلال يعني الساعات القليلة الماضية احنا شفنا حتى في الإعلام الإسرائيلي محاولات من الحكومة الإسرائيلية ان هي تبرز بيانات لدول غربية بتدعم موقف إسرائيل، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية او حتى فرنسا او عدد من الدول الأوروبية. حضرتك شايف القصة دي ازاي؟ هل ده استدعاء من إسرائيل لدول يعني للعالم انه الحقونا احنا في أزمة، او بتحاول توصل فكرة معينة، ولا شايف ده بشكل دبلوماسي ازاي؟ يعني لا تحتاج لإضاءات ولا تفسيرات، هذا واضح للجميع، والكل يلعب لعبة مكشوفة. ولعل كل ده والأستاذ المشاهدين أن الاتحاد الأوروبي اللي هو المظلة أوروبا كلها يعني يقطع من معوناته إلى إسرائيل كلما دمرت البنية الأساسية الفلسطينية، لأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مساهم مالي في قيام البنية الأساسية الفلسطينية، وبالتالي لا يوافق على ما يجري. إنما توازنات الأمور والتلاعب بالسياسات المزدوجة يؤدي إلى هذه التوازنات السياسية الغريبة. لكن بالتأكيد أنا أعلم يقينا أنه لا أحد يقف وراء هذا العدوان. طيب بخبرة حضرتك يعني في السنوات القليلة الماضية، احنا شفنا اعتداءات كتيرة من الإسرائيليين على قطاع غزة، كان هناك رد من أفراد المقاومة الفلسطينية. اللي حصل النهاردة هو نقطة جديدة في الصراع، شايف تداعيات ده ايه وتأثيره ونتائجه؟ يعني احنا بنتكلم على انه في اكتر من 100 شخص قتل، 100 إسرائيلي قتل، وهناك عشرات الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. شايف تداعيات الأزمة دي ازاي ونتائجها؟ ان رئيس الحكومه الاسرائيليه يسعى للتطرف ويسعى لتصعيد الامور، لان هو شخصيا بغض النظر عن حكومته بحاجه الى التصعيد ليشغل الراي العام عن قضيته التي ستؤدي به الى السجن، وبالتالي يقوم بهذا التصعيد. لكن بالتاكيد لا احد له صالح في هذا، لا الفلسطينيين من جانب ولا مستقبل اسرائيل يمكن ان يقوم على العداء لكل من يحيطون بها وبالشعب الذي يعيش داخل إسرائيل. وأنا أرى أن كل هذه مواقف يعني اصطناعية لن تقوم لها قائمة، مطلوب منا فقط الصمود، سياسة النفق الطويل، دعم الصمود الفلسطيني ومساعدة إخواننا في فلسطين على أن يبقوا في أماكنهم، لا يفرطوا في أراضيهم ولا مساكنهم. طيب اجتماع مجلس الأمن غدا وهناك دعوة عاجلة لهذا الاجتماع، شايف ده إزاي؟ وهل هناك محاولات يعني واحد أن مجلس الأمن طبعا أغلبيته ستكون مع الحق الفلسطيني وستنادي بوقف الاعتداء على الفلسطينيين، وسيقف على الجانب الآخر الفيتو الأمريكي، لن تسمح أمريكا بأي قرار يمس إسرائيل من قريب أو بعيد، وهذا هو الشلل الذي أصاب التنظيم الدولي. لهذا أحيانا ما نلجأ إلى الجمعية العامة لأن ليس فيها هذا الشلل. منذ يومين على فكرة حققنا كسبا كبيرا جدا للقضية الفلسطينية باقتراح من مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قبلت أن تعامل السلطة الفلسطينية على أنها دولة فلسطين، وأصبح هناك اعتراف دولي بفلسطين إضافي للاعترافات القائمة. فبالتالي أنا يعني آمل في أن مجلس الأمن سيصل إلى التراضي، لكن لن يصدر قرار بسبب الفيتو الامريكي. طيب سياده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على تلفزيون يوم السبت. لازلنا بنتابع مع حضراتكم اخر تفاصيل الاوضاع في غزه، وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من محمد الشياع السوداني رئيس وزراء جمهوريه العراق، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار أحمد فهمي بأنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر
حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الجارية في المنطقة، إلى جانب سبل دفع وتعزيز أطر العمل العربي الجماعي. كما تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مستوى المجالات الاقتصادية والسياسية كافة، خاصة عن طريق تعزيز الآليات القائمة ومنها التعاون الثلاثي مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتكامل الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. أيضا في هذا السياق تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم قضية شرفاء العالم، القضية الفلسطينية، ويدعو الله أن يلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان وإرهاب الصهاينة. وحي الأزهر الشريف في بيانه بكل فخر جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين. وأن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. وأكد الأزهر الشريف على أنه يشد على قلوب وأيادي الشعب الفلسطيني الأبي الذي بث فينا الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى. أيضا يدعو الله أن يرزقهما الصبر والصمود والسكينة والقوة، مؤكدا أن كل احتلال إلى زوال إن آجلا أم عاجلا، طال الأمد أو قصر. كما ذكر سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا من خوسيه مانويل الباريس وزير خارجية إسبانيا الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك للتباحث بشأن سبل وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن مناقشات الوزيرين ركزت على الإجراءات الواجب اتخاذها دوليا وإقليميا لوضع حد لحلقة العنف الخطيرة القائمة والتي تنذر بمخاطر جمة تهدد استقرار المنطقة. وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطه بشكل فوري وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، داعيا الأطراف الدولية المؤثرة ومنها الاتحاد الأوروبي للاطلاع بمسؤولياته في هذا الشأن. هذا وقد اتفق الوزيران على مواصلة التشاور الوثيق خلال الساعات القادمة في إطار جهود احتواء الأزمة. مرة أخرى تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم قضية شرفاء العالم، القضية الفلسطينية، ويدعو الله أن يلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان وإرهاب الصهاينة. وحيا الأزهر الشريف في بيانه بكل فخر جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين، وأن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ولا يعرف سوى ازدواجية المعايير حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية. وأكد الأزهر على أنه يشد على قلوب وأيادي الشعب الفلسطيني الأبي الذي بث فينا الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى، ويدعو الله أن يرزقهما الصبر والصمود والسكينة والقوة، مؤكدا أن كل احتلال إلى زوال إن آجلا أم عاجلا، طال الأمد أو قصر. لازلنا بنتابع مع حضراتكم أهم وآخر تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ومعنا على الهاتف الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية الأستاذ صلاح مغاوي. اهلا بحضرتك يا استاذ صلاح، معانا على تلفزيون اليوم السابع. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. انا اهلا بحضرتك، يعني احنا متابعين لحظه بلحظه الاحداث في قطاع غزه وتداعيات الامور في المنطقه، حابب اعرف يعني حضرتك شفت التفاصيل دي كلها ازاي بدايه من صباح اليوم؟ هو طبعا التطور
خطير اللي بيجري الآن على بين القوات الإسرائيلية وبين المقاتلين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أعتقد أنه الآن وصل إلى مرحلة من التصعيد لم يسبق لها مثيل في الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الإسرائيلي الفلسطيني تحديدا. المواجهات الآن أخذت منحا جديدا باستهداف القوات الإسرائيلية للبنايات السكنية في قطاع غزة، وما ردت عليه فصائل المقاومة بقصف صاروخي مركز على تل أبيب، وهو ما ينذر بتصعيد آخر في الموقف، لأنه استهداف البنايات السكنية هو يعني رد، اعتقد انه بداية الرد المبالغ فيه من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلية، لجانب انه مدير مستشفى الشفاء في غزة اشار الى ان عدد الشهداء الفلسطينيين وصل الى اكثر من 200 شهيد ورقم كبير، الى جانب انه اشار الى انه الامدادات الطبية في حالة تراجع الآن، وأنه المستشفى الرئيسي في غزة ومستشفى الشفاء يحتاج إلى إمدادات طبية وإغاثية. فأعتقد أنه المواجهات الآن تأخذ منحا وتصاعدا جديدا، وهو ما حذر منه رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب أنه وزير الخارجية سامح شكري أجرى العديد من الاتصالات بعدد من وزراء الخارجية، وتلقى مزيد من الاتصالات أيضا من نظرائه من وزراء الخارجية في الدول النافذة والدول التي يعني من الممكن أن تساهم في إقناع إسرائيل بعدم المبالغة في الرد والعمل على تهدئة الأوضاع حتى لا تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك، وحتى لا تأخذ الأمور منحا أكثر تصعيدا وعدم استقرار أكثر من ذلك. طيب لو جينا نتكلم على العملية النهاردة اللي قام بها يعني الأبطال المقاومة الفلسطينية، هل هذه العملية بتضرب الأمن الإسرائيلي في سياق معين، خصوصا أنه يعني تم اختراق السياج الحديدي اللي محاصر قطاع غزة بسهولة شديدة، وإحنا تابعنا خلال العامين القادمين حتى يعني آخر حرب على غزة تم اختراق القبة الحديدية، اليوم إسرائيل بتتكلم على فكرة الأمن القومي الإسرائيلي وأنه محدش يقدر يخترق هذه التحصينات الشديدة. حابب أعرف رأي حضرتك في ده في نظرية الأمن القومي الإسرائيلي تحديدا. ونظرية الأمن الإسرائيلي تحديدا هدمها الجيش المصري عندما اقتحم خط بدلية الحصين الذي كانت تتباهى به إسرائيل في عام 1973، وكما تتذكر أنه في مثل هذه الأيام كانت انتصارات أكتوبر المجيدة بالضبط هي دي نفس القصة، والتاريخ يعيد نفسه، لأنه نظرية الأمن الإسرائيلي ثبت عدم جدواها، وأنه الأمن لن يتحقق إلا بحصول كل طرف على يعني حقوقه المشروع، والسياج الأمني والحائط الأمني الذي أقامته إسرائيل على طول الحدود مع قطاع غزة أو مع الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يحقق لها الأمن، ولم يحقق لها الأمن بدليل أنه الاستهداف اليوم كان يعني غير مسبوق، وكانت العملية العسكرية التي قام بها المسلحين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية على طول الخط المواجه لقطاع غزة، واستهداف أكثر من 50 موقع ومنها مواقع عسكرية، واستهداف معبر إيرنز الذي كان يفصل قطاع غزة عن الأراضي الإسرائيلية له مغزى، وكلنا شاهدنا ما حدث. فأعتقد أن نظرية الأمن الإسرائيلية أصبحت الآن نظرية وهمية ولن تحقق الأمن لإسرائيل، وأنه الذي سيحقق الأمن لإسرائيل فعلا هو حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وتنفيذ مقررات الشرعية الدولية والقرارات الدولية التي تستهدف إعطاء الفلسطينيين حقوقهم في وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وإعادة الأراضي وإعادة اللاجئين الذين لا تريد إسرائيل منحهم حقهم في العودة. فأعتقد أن ما حدث من اتفاقات للسلام بين إسرائيل وفلسطين في وفقا لمعاهدة أوسلو في عام 1993 هي التي استحقق السلام للإسرائيليين والفلسطينيين معا، وليس فقط احتلال الأرض أو المباهاة باستخدام القوة أو إقامة السياج الفاصل أو الحدود الفاصلة، لا تحقق الأمن بدليل ما حدث اليوم، والذي بالفعل أنهى تماما نظرية الأمن التي قام عليها الجيش الإسرائيلي، والتي كانت
بالفعل يعني تسعى إلى تثبيت الأمر الواقع. فالفصائل الفلسطينية أثبتت اليوم أن لا يضيع حق وراءها مطالب، وأن بالفعل الذي له حق هو الأقوى، وإن كانت القوة العسكرية الإسرائيلية هي الأقوى نظريا، لكن من يستطيع أن يحمي أرضه في الداخل وهو الذي يعني بالفعل يستطيع أن يحرر الأرض بمثل ما جرى اليوم. فاستهداف المواقع الإسرائيلية على طول الحدود مع غزة رغم الإمكانات الضعيفة التي يعني يمتلكها المقاومون الفلسطينيين أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه بالفعل نظرية الأمن لن تحقق مرادها، وأن الذي سيحقق الأمن بالفعل سواء للإسرائيليين أو للفلسطينيين هو حصول الأشقاء الفلسطينيين على كامل حقوقهم وإعادتهم إلى أرضهم وإلقاء حقهم في إقامة دولتهم كسائر شعوب الأرض. طيب أستاذ صلاح، يعني احنا تابعنا منذ عملية طوفان الأقصى منذ الصباح، والإعلام الإسرائيلي بينشر بيانات للحكومة الإسرائيلية فيها محاولة بتقول إنه وزير خارجية أمريكا الدولة ما في الاتحاد الأوروبي بتسمن موقف إسرائيل. هل هناك محاولة من الحكومة الإسرائيلية إن هي بتحاول تستدعي القوى الكبرى في العالم أو تبين ده في بياناتها الرسمية؟ المفروض أصلاً بياناتها تكون مهتمة بما حدث لهم يعني خلال هذه العملية، لكن كان في ملاحظة إنه في يعني إبراز لفكرة الحكومات الغربية بتدعم موقف إسرائيل. هل ده ناتج من كون حكومة بنيامين نتنياهو هي بتشعر بضعف شديد جراء هذه العملية، أو حصل لها مباغتة بشكل كبير، ولا الوضع إيه؟ بتشايف القصة دي إزاي؟ طبعا هو الامر كان مفاجاه للجميع حتى للفلسطينيين انفسهم، لانه العمليه عمليه نوعيه بكل ما تعنيه الكلمه من معنى. اعتقد انه الحكومه الاسرائيليه اليمينيه المتطرفه التي لا تحظى يعني بشعبيه داخل اسرائيل، وشكلت هذه الحكومه كما تعلم بعد 4 انتخابات وبعد تحالفات مع عدد من المتوافقين معها او حتى المعارضين لها في التوجهات السياسيه. فهذه الحكومه لم تحظى بدعم من داخل اسرائيل او المجتمع الدولي، لكن طبعا هي تتذرع بان هناك عدد من الدول تدعم ما تقوم به، وهناك بالفعل بعض الدول الغربية للأسف الشديد ما زالت يعني تتبنى النظرية الإسرائيلية. وأعتقد أنه العالم سيغير من وجهة نظره خاصة بعد تغيير الأوضاع على الأرض، وأنه العالم الآن يعني معني ومطلوب منه على وجه السرعة أن يدعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وأن تبادر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى يعني الإصرار على تنفيذ مقررات الشرعية الدولية، والإصرار على أن يتم تبني يعني قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وإعادة النظر في هذه القرارات في ضوء المشروعية الدولية. فعدم الالتزام بقرارات شرعية الدولية يدحض جدية مجلس الأمن والأمم المتحدة، ويدحض مصداقية هذه المنظمات التي لم تعد الشعوب يعني الضعيفة تنظر إليها يعني بجدية، نظرا لأنها دائما ما تنصر الطرف المعتدي ولا تنظر إلى حقوق الطرف الضعيف. فأعتقد أنه ما جرى اليوم وما حدث على أرض المعركة بين قطاع غزة والإسرائيليين يعني سيحمل معه الكثير، ويحمل معه بالفعل انهيار هذه الحكومة بعد الانتهاء من هذه المواجهات. فأعتقد أن حكومة بنيامين نتنياهو لن تستمر بعد هذه المواجهات، وأعتقد أن هذه الحكومة اليوم انهزمت وانهزم يعني التوجه الإسرائيلي، وأنه الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في كثير من الأشياء التي يعني يجب أن ينظر إليها الإسرائيليون بعين الجدية، وأن يتم منح الشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته على أرضه. أخيرا أستاذ صلاح، شايف بيان وزارة الخارجية المصرية النهاردة إزاي؟ يعني كان البيان كان فيه يعني كلام محدد وواضح، شايف الكلام ده إزاي يعني؟ طبعا بيان الخارجية المصرية بيان معدل وبيان كان متوازن للغاية، والخارجية المصرية تدعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه، إلى جانب أنه تطالب عدم تصعيد الأمر أكثر من ذلك، إلى جانب أنه الدبلوماسية المصرية دائما وأبدا ما تعمل على استقرار الأوضاع ده للمنطقة، عدم تصعيد الأمر،
السياسة الخارجية المصرية تبنى على البناء والاستقرار وعدم التدخل في شؤون الآخرين. فأعتقد إنه البيان كان متوازن للغاية، والبيان الخارجية المصرية كان من البيانات القوية التي عبرت عن موقف مصر الرسمي. فأعتقد إنه الآن أستاذ صلاح بس خليك معانا لحظة واحدة، يعني هناك خبر عاجل ورد إلينا في هذه اللحظة، حيث أفادت قناة القاهرة الإخبارية عاجل أن سفيرات الإنذار تدوي من جديد في تل أبيب، وأعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم قصف تل أبيب ب 150 صاروخ ردا على قصف برج فلسطين بقطاع غزة، وسمع دوي انفجارات ضخمة وسط إسرائيل. وتوعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي ومزلزل على قصف المنازل الأسكنية، مضيفة على تل أبيب الوقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية في غزة. وألغت شركة طيران الهند عملياتها الجوية من وإلى إسرائيل، وذلك بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من يوم السبت. مرة أخرى أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن سفيرات الإنذار تدوي من جديد في تل أبيب، وأعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم قصف تل أبيب ب 150 صاروخ ردا على قصف برج فلسطين بقطاع غزة، وسمع دوي انفجارات ضخمة وسط إسرائيل. وتوعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي ومزلزل على قصف المنازل السكنية، ضيفة على وقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية في غزة. وألغت شركة طيران الهند عملياتها الجوية لإسرائيل بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من يوم السبت. مرة أخرى معنا الأستاذ صلاح مغاوري، الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا بك يا أستاذ صلاح، ويكون بنتكلم على بيان الخارجية المصرية النهاردة وتداعياته، يعني خصوصا انه في بكره اجتماع لمجلس الامن الدولي بخصوص هذا الشان. هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت الى بيان القطران وبيان التصريح التي اطلقت الدفعه الجديده على تل ابيب وسفرات الانذار التي اشارت اليها قناه القاهره، اعتقد انه ده ابلغ رد على استهداف المباني التقنيه الذي كنا نتحدث عنه منذ قليل، انه الرد بالرد. يعني الرئيس السادات رحمه الله عندما اشار الى يعني عندما هددت اسرائيل بقصف السد العالي في عام 1973، الرئيس السادات قال العمق بالعمق والديناميت بالديناميت والى ما غير ذلك. اعتقد انه النهارده قصف تل ابيب ياتي ردا على استهداف البنايات السكنيه، وبالفعل الان المقاومه تمتلك عددا من الصواريخ الدقيقه التي لم تكن تمتلكها في المواجهات السابقه، وهو تطور نوعي في المواجهات بين اسرائيل والفصائل الفلسطينيه. اعتقد ان المواجهه هذه المره مختلفه تماما عن المواجهات التي سبقت قبل ذلك، والمعيار القوة أو ميزان الردع كما نطلق عليه أعتقد أنه سيكون هو المعامل الحاسم، لأنه حتى الآن تجري معارك داخل المستوطنات الإسرائيلية على تخوم قطاع غزة، إلى جانب أنه المواجهات الآن أصبحت تحمل يعني معاني مختلفة تماما عن المعاني التي سبقت في استهداف بعض الأماكن، سيقابل باستهداف آخر داخل العمق الإسرائيلي. فأعتقد أن المواجهات الآن مختلفة عن ذي قبل. البيان اللي أشرنا إليه بيان الخارجية المصرية، يعني وزير الخارجية سامح شكري أجرى الكثير من الاتصالات وتلقى كثير من الاتصالات من وزرائه، من وزراء الخارجية، منهم وزراء الخارجية المؤثرين، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، تلقى اتصال من وزير خارجية تركيا، أجرى اتصالات عديد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين والغربيين. أيضا وزير الخارجية يبذل جهوده من أجل يعني عدم تصعيد الأمور أكثر من ذلك، إلى جانب أنه الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية المصرية تعتمد على ضرورة ضبط النفس وعدم التمادي في المبالغة في استخدام القوة من جانب إسرائيل حتى لا يعني تتفاقم الأوضاع أكثر من ذلك. فأعتقد أنه السياسة الخارجية المصرية واضحة في هذا الاتجاه، واضحة عدم تصعيد الأمور أكثر من ذلك، والإذعان للغة العقل والجلوس على طاولة المفاوضات، ويعني
الالتزام بمبادرة السلام، إلى جانب أنه ضرورة إقامة حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ليحصل الفلسطينيين على كامل حقوقهم داخل أراضيهم. طيب الأستاذ صلاح مغاوري الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية، بنشكر حضرتك على تواجدك معنا على تلفزيون يوم السابع. شكرا يا فندم، وما زلنا متابعين مع حضراتكم آخر تطورات الأوضاع في غزة، حيث أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن صافرات الإنذار تدوي من جديد في تل أبيب، وأعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم قصف تل أبيب ب 150 صاروخ ردا على قصف برج فلسطين بقطاع غزة. وسمع دوي انفجارات ضخمة وسط إسرائيل، وتوعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي ومزلزل على قصف المنازل السكنية، مضيفة على تل أبيب الوقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية في غزة. وألغت شركة طيران الهند عملياتها الجوية من وإلى إسرائيل بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من يوم السبت. ويعتزم مجلس الأمن الدولي الاجتماع الأحد لبحث التصعيد الحاصل بين الفلسطينيين وإسرائيل حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية. وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش على بذل جهود دبلوماسية في الشرق الأوسط من أجل منع توسع النزاع بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حسب وكالات. وأكد أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين. فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة الأمريكية تدين الاعتداء المروع ضد إسرائيل، حيث أكدت القناة 12 الإسرائيلية السبت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى والتي نفذتها الفصائل الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة السبت استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة. فيما أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة السبت تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية طوفان الأقصى والتي تم إطلاقها صباح السبت ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت احتجاز الفصائل الفلسطينية ل50 رهين إسرائيلي في مستوطنة باري، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحين. بدورها اتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة السبت الاحتلال الإسرائيلي بشن مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومباني تستخدم لأغراض مدنية وخدمية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة البنية التحتية. فيما أكد الإعلام الإسرائيلي سيطرة الفصائل الفلسطينية على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في حوالي 14 منطقة داخل مستوطنات جنوب غزة، وذلك بعد اقتحام مئات المقاومين الفلسطينيين للسياج الحدودي. وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية طوفان الأقصى والتي أطلقتها الفصائل فجر السبت ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي السبت عشرات الغارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الحدودية شرق غزة ومنها جبليا وبيت لهيا، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي عددا من المستشفيات في القطاع. وأطلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة السبت عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته جنوب غزة تحت اسم طوفان الأقصى، ذلك بإطلاق أكثر من 5000 صاروخ على البلدات والمستوطنات الإسرائيلية خلال 20 دقيقة فقط، مؤكدة ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى الفلسطينيين هذا العام بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي. أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن تل أبيب تعيش لحظات حرجة في ظل الهجوم الفلسطيني. وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليقا على الأحداث الجارية من إطلاق صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية على الأراضي المحتلة: نحن في حالة حرب وسننتصر فيها، وأطلب من مواطني إسرائيل الانصياع لأوامر الجيش وقوات الأمن. وقال نتنياهو في تصريحات مقتضبة خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت أن القوات الإسرائيلية تحاول
تطهير غلاف غزة، مضيفا نحن في حالة حرب واسعة ونحتاج إلى الصبر، لافتا إلى أن تل أبيب ستعزز أمن الحدود لردع الآخرين عن ارتكاب خطأ الانضمام إلى هذه الحرب. لازلنا نتابع مع حضراتكم تغطيتنا العاجلة وإلى هذا النبأ العاجل، حيث أوصت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين بعدم الذهاب إلى القدس والأراضي الفلسطينية. وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بعد الهجمات التي وقعت اليوم في إسرائيل والقدس، من المرجح أن تتدهور الأوضاع بشكل سريع. ونصحت الخارجية في بيانها المواطنين الفرنسيين بالتحلي باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية وتجنب التنقل والبقاء في منازلهم. من جانبها أعلنت شركة طيران ترانسافيا الفرنسية إلغاء رحلة بين باريس وتل أبيب كانت مقررة اليوم السبت، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية تعقيبا على التصعيد الحاد للوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على موقفها الثابت والمبدئي أنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عام، وفقط يمكن حله حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية الدولية المعروفة التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. مرة أخرى إلى هذا النبأ العاجل، أوصت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين بعدم الذهاب إلى القدس والأراضي الفلسطينية. وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بعد الهجمات التي وقعت اليوم في إسرائيل والقدس، من المرجح أن تتدهور الأوضاع بشكل سريع. ونصحت الخارجية في بيانها المواطنين الفرنسيين بالتحلي باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية وتجنب التنقل والبقاء في منازلهم. من جانبها أعلنت شركة طيران ترانسافيا الفرنسية إلغاء رحلة بين باريس وتل أبيب كانت مقررة اليوم، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية تعقيبا على التصعيد الحاد للوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على موقفها الثابت أنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عام، وفقط يمكن حله حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية الدولية المعروفة والتي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة في شهدائنا وشهداء الأمة الإسلامية والعربية، شهداء فلسطين الأبية الذين نالوا الشهادة في سبيل الدفاع عن وطنهم وأمتهم، وقضيتنا وقضيتهم قضية شرفاء العالم القضية الفلسطينية، ويدعو الله أن يلهم الشعب الفلسطيني الصمود في وجه طغيان وإرهاب الصهاينة. وحي الأزهر في بيانه بكل فخر جهود مقاومة الشعب الفلسطيني الأبي، مطالبا العالم المتحضر والمجتمع الدولي بالنظر بعين العقل والحكمة في أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث، احتلال الصهاينة لفلسطين، وأن هذا الاحتلال هو وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي كله. وأكد الأزهر على أنه يشد على قلوب وأيادي الشعب الفلسطيني الأبي الذي بث فينا الروح والثقة وأعاد لنا الحياة بعد أن ظننا أنها لن تعود مرة أخرى، ويدعو الله أن يرزقهما الصبر والصمود والسكينة والقوة، مؤكدا أن كل احتلال إلى زوال إن آجلا أم عاجلا طال الأمد أو قصر. لازلنا نتابع مع حضراتكم آخر تفاصيل الأوضاع في قطاع غزة، حيث أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين يقول إن سنبقى على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين. في مقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تضمن أن تمتلك إسرائيل كل شيء للدفاع عن نفسها. وذكرت صحيفة جيوراليزم بوست الإسرائيلية أن تصريحات أوستن تأتي ردا على الهجمات والاختراقات التي وقعت خلال اليوم وأسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات. وأكد وزير الدفاع الأمريكي أنه يتابع عن كثب التطورات في إسرائيل
مشددا على أنه لا تغيير في التزام واشنطن بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية ستعمل خلال الأيام المقبلة على ضمان أن تمتلك إسرائيل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه أجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم. أيضا أوضحت وزارة الخارجية الفرنسية أوصت وزارة الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين بعدم الذهاب إلى القدس والأراضي الفلسطينية. وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني بعد الهجمات التي وقعت اليوم في إسرائيل والقدس، من المرجح أن تتدهور الأوضاع بشكل سريع. ونصحت الخارجية الفرنسية في بيانها المواطنين الفرنسيين بالتحلي باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية وتجنب التنقل والبقاء في منازلهم. من جانبها أعلنت شركة طيران ترانسافيا الفرنسية إلغاء رحلة بين باريس وتل أبيب كانت مقررة اليوم. لازلنا نتابع مع حضراتكم آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ومعانا على الهاتف الدكتور حسن عصفور السياسي الفلسطيني. أهلا بحضرتك يا دكتور، معانا على تلفزيون اليوم السابع. أهلا بحضرتك. في البداية يعني حابين نعرف آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة النهاردة، يعني كلنا تابعنا الأوضاع منذ الصباح الباكر، حابين نعرف آخر التطورات من حضرتك. الوضع الميداني يعني في عمليات قصف متبادل بشكل او باخر. طبعا حجم الجريمه الاسرائيليه كان واضح جدا في استهداف بعض الابراج السكنيه وتدميرها بشكل كامل. تم الرد عليها بشكل صاروخي على تل ابيب، واعتقد اصيبت بعض المباني بشكل مباشر برضه في تل ابيب، طبعا مش بنفس القدر، ولكن الرد ذاته عدد الشهداء الفلسطينيين يعني يتزايد بشكل سريع، مقابل انه عدد القتلى الاسرائيليين فاق ال 120 قتيل، الى جانب يعني مئات من المصابين واعتقد مئات من الاسرى ايضا. هذا تطور جديد في العمليه العسكريه. الوضع الميداني الان اسرائيل تقوم بعمليه اعاده نشر قواتها على السياج الفاصل مع قطاع غزه، وبالتالي كل المؤشرات تشير ان هناك ربما يكون عمليه بريه، خاصه بعد المحادثه بين رئيس وزراء حكومه التحالف الفاسي في دوله الكيان نتنياهو مع الرئيس الامريكي بايدن، واللي تقريبا اعطى ضوء اخضر للقيام باي عمل طرائي بشكل مناسب مع فك ازمه 8 مليار دولار اللي كانت واقفه كمساعدات عسكريه، وهذا اكبر رقم منذ فتره طويله يقدم الى اسرائيل. ايضا ترافق معها موقف رئيس المعارضه الاسرائيليه لابيد، اللي لاول مره بيحكي منذ ان شكلت هذه الحكومه الفاسيه الجديده انه على استعداد لتشكيل حكومه وحده وطنيه، والى حد كبير كان اذن يمين. لذلك الان الاجواء تميل الى ان هناك ربما اصطفاف داخل المعسكر الكيان الاسرائيلي في تحضير الى عمليه حرب، وكان مستخدم المصطلح هنا حرب، وهذا يؤشر الى عمليه قد تكون برية قاسية جدا. ونحن أمام وضع أعتقد أنه هو الأقصى منذ سنوات طويلة، إن لم يتم القيام بعملية حث شعبي عربي ضاغط بشكل كبير جدا على الإدارة الأمريكية وعلى الوجود الإسرائيلي في المنطقة، خاصة الدول اللي علاقات، أعتقد أن الأمور حيكون فيها صعوبة كبيرة للشعب الفلسطيني، رغم المواجهة التي ستكون ليست سهلة، ولكن سيكون لدينا وضع صعب جدا على الصعيد الانساني. طيب يا دكتور، نقدر نقول عدد الشهداء وصل لحد قد ايه في هذه اللحظه؟ الان رسميا احنا ما انا ما بتعامل بشكل الا ما يصل من وزاره الصحه، احنا عندنا فوق ال 220 شهيد حتى الان. طيب، وبالنسبه للجانب الاسرائيلي اعلن انه عدد القتلى 100 120 وصلت؟ لا، الرسمي اعلان رقم 120، بس احنا التقديرات انه قد يكون اكثر من ذلك، خاصه في المناطق اللي لسه هم ما دخلوها بشكل كامل حتى الان، الى جانب يعني اعتقد الاسرى العدد فوق ال 100، فوق ال 100 اسير حتى الان، يعني المؤشرات كلها جميعها تحتوي. طيب، احنا شفنا صور وفيديوهات لابطال المقاومه الفلسطينيه، هم يعني
بيعتلوا مركبات إسرائيلية تم الاستيلاء عليها، هل تم الاستيلاء على أسلحة بعينها من أسلحة الاحتلال الإسرائيلي، جيش الاحتلال؟ يعني حابين نعرف تفاصيل أكتر عن القصة دي. هي الموضوع انه طبعا تم عمليه اقتحام لبعض البلدات وتم الاستيلاء على اسلحه، يعني بينت بعض المركبات العسكريه بعض الاسلحه المتنوعه، طلبها طبعا اسلحه خفيفه يعني رشاش بندقيه مسدس اللي له علاقه بالجنود المتواجدين، كانوا عدد ليس كبير يعني. فهل هذا الموضوع يعني هي كانت الحاله الرمزيه اقول اكثر من نوعية الموضوع نفسه يعني، لذلك التطورات متلاحقة متسارعة إلى حد كبير جدا. قرار الرأس يعني القادم أعتقد الساعات القادمة حيكون في تطور ربما حتى من القطاع الفلسطيني، لحد الآن اللي قصف تل أبيب فقط حركة حماس يعني قوات القسام، وأعتقد أن الجهاد الإسلامي أو حركة الجهاد تحديدا ستكون يعني تدخل الآن بقوة في هذا الموضوع، قد هذا يعمل تعديل، ولأنه استباقا للعملية البرية الإسرائيلية، إسرائيل يعني عم تقصف الآن قطاع غزة بدون يعني أي اعتبار للجانب الأخلاقي، خاصة بعد الغطاء الدولي اللي أخذته بشكل سريع جدا من بعض الدول، فرنسا، أمريكا، بعض الدول الأوروبية، الاتحاد الأوروبي، مثل الأمم المتحدة وانستان، دعم تقريبا أي عمل تقوم بإسرائيل تحت بند رد الفعل، وهم استغلوا بعض المظاهر يعني اللي نشرت بشكل انا برايي ما كانت موفقه من جانب بعض الاطراف الفلسطينيه، تنشر في مشاهد لم تكن موفقه على الاطلاق يعني. طيب بخصوص نظريه الامن الاسرائيلي، احنا شفنا يعني ابطال المقاومه النهارده بيخترقوا بكل سهوله السياج الحديدي حوالين قطاع غزه، وقبل كده يعني تم اختراق القبه الحديديه اللي اسرائيل ياما تباهت بان هي قادرة ان هي تحميها من اي صواريخ تضرب عليها يعني. حضرتك شايف ده ازاي يعني كسياسي فلسطيني ويعني قريب من المشهد بشكل كبير يعني؟ الموضوع في اسئلة هم اليهود يعني كل انا الصبح حطيت اسئلة عليها في مقال لي، وهم اعتقد انه كمان في اسئلة هم انطرحت من السؤال اللي صار يعني لا يوجد اي كان اي لم يكن هناك اي وجود عسكري ولا امني ولا طائرات ولا سيارات، ودخلوا حوالي 10 يعني اكثر من 10 كيلو متر داخل اسرائيل ولم يواجهوا باي عمليه مباشره في هذا السياق. انطرحت بعض الاسئله والاستفسارات المتروكه للمستقبل يعني ليست هي الان في مجال نقاش، اسئله كثيره موجوده مش بس هذا السؤال يعني هناك عشرات الاسئله من جانبنا ومن جانبهم ايضا، هم كمان بيطرحوا اسئله بيقول لك ليش صار هيك وليش صار هيك، وبالتالي المساله مش يعني في لسه فيها قضايا لا تزال قيد البحث، لكن خلال الحرب اعتقد انه الان مش يعني في مجال التحليل التفصيلي لبعض الاسئله المعقده خلال. طيب دكتور استاذن حضرتك بس هناك خبر عاجل يعني اقراه واعود الى حضرتك مره اخرى، حيث افادت قناه القاهره الاخباريه في نبأ عاجل لها ان سفيرات الانذار تدوي من جديد في تل ابيب، واعلنت الفصائل الفلسطينيه اليوم قصف تل ابيب ب 150 صاروخ ردا على قصف برج فلسطين بقطاع غزه، وسمع دوي انفجارات ضخمه في وسط اسرائيل، وتوعدت الفصائل الفلسطينيه جيش الاحتلال الاسرائيلي برد قاسي ومزلزل على قصف المنازل السكنية، مضيفة على تل أبيب الوقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية في غزة. وألغت شركة طيران الهند عملياتها الجوية من وإلى إسرائيل بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من يوم السبت. لازلنا نتابع مع حضراتكم، ومعنا على الهاتف الدكتور حسن عصفور السياسي الفلسطيني. أهلا بحضرتك مرة تانية يا دكتور. كنا نتحدث عن آخر الأوضاع حاليا، وكنت حابب أعرف رأي حضرتك في بيان مصر الداعم للقضية الفلسطينية وبيان وزارة الخارجية المصرية النهاردة يعني. وأعتقد أن أهم الرئيس كان بتابع مباشرة يعني من خلال غرفة العمليات والتطورات الأخيرة، وبعتقد مصر الآن تتحمل مسؤولية في كيفية صنع العدوان الأكمل على قطاع غزه، مش بس وقت يعني العمليه هي منع هذا الموضوع، تتحرك بسرعه يعني بسرعه تحركت وزاره الخارجيه السفير سامح شكري
عمل عملية اتصالات، وأعتقد صار إجراء أكثر من اتصال حتى من بعض الأطراف العربية ذات العلاقة بهذا الشأن، إلى جانب الآن هناك توجه نحو مجلس الأمن، أعتقد أن البرازيل تطلب بعض الاستقرار يعني مجلس الأمن لبحث هذا الموضوع. الأمور متحركة يعني بعد الملامح، يعني أعتقد أن الليلة وبكرة حيكون في تطورات متسارعة على الصعيد السياسي والعسكري. تمام يا دكتور، حضرتك سمعني؟ تمام. ألو، ثواني يا دكتور خليك معانا. هناك بس خبر عاجل سنقرأه على حضراتكم، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب رئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح. مرة أخرى معنا على الهاتف الدكتور حسن عصفور السياسي الفلسطيني. أهلا بحضرتك يا دكتور. معنا وكنا نتحدث عن بيان وزارة الخارجية المصرية ودور مصر، وحضرتك قلت لي أنه الرئيس السيسي كان يتابع تفاصيل أول بأول. يعني الصبح أخبار مصر أعلن الرئيس كان بتابع شخصيا، والخارجية لا، قامت بعملية اتصالات في هذا السؤال. بعتقد أن مصر يعني حكم مسؤولية دولة واعدة في المنطقة، مسؤولية خاصة بفلسطين، مسؤولية الأخطر تجاه قضية، يعني في مجموعة عناصر تخلي مصر هي تتحمل الريادة في عملية التحرك لردع العدوان ووقفه قبل أن يأخذ منحى جديد، ومنحى قد يكون في تدهور خطير والأمور تأخذ منحنا مش سهل يعني في المنطقة. طيب بخصوص اجتماع مجلس الأمن غدا، حضرتك شايف القصة دي ازاي، وهل هناك تطورات جديدة يعني في السياق الدبلوماسي ممكن تحصل كنتائج لهذه العملية تحديدا؟ أمريكا يعني أعتقد أن أمريكا لن تسمح حتى بإصدار بيان، يعني إذا تسمح بإصدار بيان ندعو إلى وقف العمليات العسكرية من قبل وديننا. يعني أمريكا تسبب لذلك تسبب إدانة الفلسطينيين، يعني لذلك أنا مش متأمل أن مجلس الأمن يعني يأخذ أي اتجاه إيجابي في هذا الشأن على الإطلاق، يعني لأن هم بحاولوا حسب التواجد الأمريكي أن الفلسطينيين اللي قاموا بعملية الاعتداء تتعامل مع الأمور وكأنه ما حدث سابقا من الاحتلال ومن تدمير ومن عقار وكذا، أنه هذا حدث مستقل، وبالتالي اليوم إشي مختلف، وهي عملية يعني النطاق السياسي على الصعيد الكوني الدولي نتقبله زي ما بيقولوا. طيب يا دكتور اخيرا، يعني وقع العمليه النهارده على الداخل الفلسطيني والفصائل الفلسطينيه كان عامل ازاي يعني، وعلى الشعب الفلسطيني تحديدا؟ هو ما نفسه في معنويات، يعني الناس مش تتخيلوا هذا يحدث لاول مره، يعني مش صار يعني بهذا الموضوع 94 حتى الان لم يحدث مثل هذا الحدث، وبالتالي لا المعنويات عالية جدا، يعني حتى رغم ما يحدث في قطاع غزة، أنا بحكي عن اليوم ما يحدث، الناس معنويات عالية جدا بالعكس، يعني عندهم هيك تحس بنشوة وفي مقارنة بين يعني يقول لك أكتوبر مصر وأكتوبر فلسطين عملية العبور، يعني وهي المسألة بالنسبة لنا يعني تعطي منحة مختلف. طيب مرة أخرى الدكتور حسن عصفور السياسي الفلسطيني، يعني بنتمنى يعني انه الاوضاع تهدأ وتنتصر القضية الفلسطينية في الاخر يعني على الاحتلال الاسرائيلي وجنوده، وتنتصر قطاع ينتصر قطاع غزة وكل اهلنا يعني المرابطين داخل القطاع وخارجه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على تلفزيون اليوم السابع. شكرا لك. شكرا لك.
لازلنا يعني مستمرين مع حضراتكم وبنتابع آخر وأهم الأخبار الخاصة بهذه الأحداث، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هذا الاتصال تناول التشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أعرب الرئيسان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بهدف احتواء الموقف والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى قيام مصر باتصالات مكثفة مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل احتواء التصعيد الراهن، محذرا من خطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ودخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، كما صرح سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا عصر السبت مع سيرجي لافاروف وزير خارجية روسيا اتصالا بالأحداث المتتالية والتصعيد الخطير على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد الجاري ضد قطاع غزة، وأيضا المواجهات العنيفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما في إطار جلسة مجلس الأمن المزمع عقدها يوم الأحد والتي دعت إليها الرئاسة البرازيلية للمجلس. وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أكد لناظره الروسي على أهمية تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته في التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، وأن يضع من الإجراءات ما يحمي الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. أيضا توعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي ومزلزل على قصف المنازل السكنية، مضيفة على تل أبيب الوقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية في غزة. ودمرت طائرات سلاح الجو التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي السبت برج فلسطين السكني بالكامل في قطاع غزة، والذي يعد أحد أكبر الأبراج السكنية بعد إطلاق عشرات صواريخ على البرج السكني، بالإضافة لاستهداف عدد من منازل المدنيين في القطاع. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت مقتل 100 إسرائيلي وإصابة أكثر من 1000 آخرين بينهم حالات حرجة. ونشر الإعلام الإسرائيلي صورا تبرز أسر الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنين وجنود الاحتلال من غلاف غزة خلال عملية طوفان الأقصى. وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة. وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي السبت عشرات الغارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا في المناطق الحدودية شرق غزة ومنها جباليا وبيت هي، واستهدف سلاح الجو الإسرائيلي عدد من المستشفيات في قطاع غزة. أيضا أكدت القناة 12 الإسرائيلية السبت مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة السبت استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة. فيما أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة السبت تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية طوفان الأقصى والتي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية السبت احتجاز الفصائل الفلسطينية لخمسين رهينة إسرائيلي في مستوطنة باري، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحه. أيضا أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن صافرات الإنذار تدوي من جديد في تل أبيب.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم قصف تل أبيب ب150 صاروخا ردا على قصف برج فلسطين بقطاع غزة، وسمع دوي انفجارات ضخمة وسط إسرائيل. أيضا أكدت قناة القاهرة الإخبارية أن الإعلام الإسرائيلي يؤكد أن الجيش يؤكد احتجاز إسرائيليين في غزة ومقتل جنود. وتوعدت الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي برد قاسي ومزلزل على قصف المنازل السكنية، مضيفة على تل أبيب الوقوف على قدم واحدة بعد استهداف الأبراج السكنية في غزة. وألغت شركة طيران الهند عملياتها الجوية من وإلى إسرائيل بعد هجوم الفصائل الفلسطينية في وقت مبكر من يوم السبت. لازلنا نتابع مع حضراتكم ومستمرين في تغطية مستمرة عن أبرز وآخر الأحداث داخل قطاع غزة وخارجه، ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع. شكرا جزيلا لحضراتكم.